بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعي صفحة اليوم السابع، بنقدم لحضراتكم النهاردة بث مباشر جديد مع الحاجة فاطمة السيد، والتي يطلق عليها أقدم مسحراتية في محافظة الغربية. يعني عاش معاها أجيال طبعا كتيرة كانت بتسحرهم في الشهر الكريم. احنا معانا النهاردة الحاجة فاطمة من منطقة كفر عنان تبع المركز ومدينة زفتة. يعني هسيب الحاجة فاطمة تعرفنا بنفسها بقى. بنرحب بيك يا حاجة فاطمة على صفحة اليوم السابع. مرحبا يا حاجة، اهلا وسهلا. كل عام وانت طيب. انت طيب بالصحة والسلامة. عرفينا بنفسك كده يا حاجة، ولنا اتعلمت المهنة دي ازاي؟ انا كنت بسحر مع والدي الله يرحمه من وانا عندي 10 سنين. اسمك ايه الاول؟ اسمي فاطمة السيدة ابو جندي. عندك كام سنة؟ 60 سنة. 60 سنة، ربنا يديك الصحة. كنت بتسحري ازاي بقى؟ كلمينا المهنة دي اتعلمتها ازاي؟ الاول والدي اللي كان بيسحر، وبعدين انا كنت غاوية ايه، بحب اهو اطلع معاه اقعد يا بنت في البيت، اقول له انا مال انا جاي معاك. المهم انا كنت صغيرة عندي 10 سنين كده، تنتنا سحر واجي 10 سنين. لما بقى عندي 20 سنة جيت اوفى، ما توفى طلعت بداله. يعني وانا غاوية بقى بحب رمضان وبحب الايام المفترقة كده، وقلت ايه اطلعي يعني بدل ما تنسوا الشغلانه مره واحده كده، الناس كانت بتحبنا وبتعزين كويسين معانا. يعني طلعت بنتي كان عندها 10 سنين شبتت فيها وجت معايا، بقينا احنا الاثنين نمشي نصحى، تنينا نصحر لحد دلوقتي. والاطفال يمشوا معانا والناس يبصوا لنا من البلكونات. كلمينا كده عن احساس الاهالي والاطفال، كانوا بيتعاملوا معاكوا ازاي؟ وساعه ما يشوفونا يبقى فرحانين، ويوم ما نبطل يوم يجونا البيت يعاتبونا، ما جاتوش ليه ولاد سحرتونا كده، ما نسحرش من تحت راسكم، نقول لهم هنبقى انجلوا، معلش راحت علينا ان هم مش عارفه ايه. يعني اللهم صل على النبي، بيبقى شهر جميل وشهر كريم، شهر كله خير وبركه. مش غريب ان المسحرات يروح علينا هم يا حاجه؟ لا مش غريبه بقى، ده هي كانت مره واحده فيها شتي، كنا شتا، كان ايام الشتا، كناش عارفين نخرج ابدا من الشتا. واليوم ما دول دي ما جاش بعاتبونا فيه، اليوم بقى اللي عاتبونا فيه كان راحت علينا ان هم فيها او كسلنا بالمعنى الاصح. ويوم 27 ليله القدر بقى دي كان بيسامحونا فيه الليله دي. اشمعنى يوم 27؟ عشان ليله القدر كلنا بنصلي والجوامع مفتوحه وكل الناس كانت صاحيه في اليوم ده. كل الناس كانت كل صحية. سنه مش السنه دي. يعني كل سنه يوم 27 انت ما بتطلعيش. الناس بقى كلها بيبقى صاحيين والجوامع كلها يعني معليه صوتها، ما بنطلعش باليوم ده عشان ايه نصلي زيهم وكده. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. هو يوم 27 بس اللي انت ما بتطلعيش فيه، باقي الشهر بتطلعي عادي؟ بنطلع عادي من الساعه 1 بالليل، نروح 2:30 2:15 2، يعني ناخد ساعه كده المنطقه بتاعتي. طيب ردود الناس وافعال الناس بالنسبه لك كانت عامله ازاي؟ ما فيش افعال حد، ده كلهم معرفتنا وكلهم بلدنا، وما بنسحرش الا المنطقه بتاعتنا بس اللي هي ايه اللي هي متعودين عليها وعارفين بعض. عمر ما حد تعرض لنا ولا عمر حد زعلنا والله. كل الناس بقت تشجعنا الله يعينك الله يقويك يا بنتي، لان انا كنت برب في يتامى وجوزي متوفي. جوزي دلوقتي متوفي بقاله 27 سنة. عندك كم بنت؟ انا عندي 4 بنات وزهر. ربنا يديك الصحه يا حاج، ورينا كده طيب بتسحري الناس ازاي. يصحى يا غفلان واحد الرحمن، اصحى يا نايم واحد دايم واحد الرزاق، اصحى يا حاج اصحى يا حاجة، سحروا سحور في بركة بركة رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. وحشتك بقى شغل. الله ينور عليك. بقول لي دلوقتي الطبلة دي هي الطبلة اللي انت بتطلعي بيها من زمان ولا الطبلة اختلفت على مدار الايام والسنين؟ لا هي الطبلة دي. ما فيش غير تتكسر نجيب غيرها نفس النوع ونفس الصنف. دي الطبله دي ورثتيها عن والدك ولا دي طبله جديده؟ لا دي طبله جديده، كل سنه لنا واحد مش محتفظه. ليه بقى؟ الاطفال بياخدوا الطبله تتكسر. والنبي يا حاج هنسحر بدلك ويضحكوا كده، في عيل واعي يمسكها كده حلو، وفي عيل يقوم وحقها مجشش. ايوه. وساعات بيبقى معانا اثنين عشان البنت دي بتروح شارع وانا شارع عشان نخلص في ساعه كده. كنت بتطلعي انت وبنتك، بدات تطلعي بنتك تاخديها معاكي من امتى؟ هي بقى تيجي بقى 20 سنه تيجي معايا. هي بقى 20 سنه بتيجي معاكي برضو، بتشتغل برضو بطبله وبتسحر الناس. وساعات انا اقف على باب الشارع كده وهي تخش تجيب الشارع لما رجلي وجعتني وتعبت بقى. ربنا يديك الصحه يا حاج يا رب. كل سنه وانت طيب. كلمينا كده اديها كده الطبله، يعني كلمينا كده بداتي تطلعي معاها امتى
وحبيت المهنة دي ولا لأ؟ أيوة حبيتها عشان خاطر، يلا عشان تونسني. أنا طلعت لقيت بابايا توفى وماما اللي بتربينا يعني وكده، ولقيتها بتطلع تسحر بالليل، فبقيت أروح معاه وأقول لها ما تروحيش لوحدك يعني عشان برضو إيه أونسها أروح معاها. من ساعتها بقى بقينا نروح سوا ونيجي سوا وعلى طول مع بعض يعني. وأنا بحب أروح أسحر برضو يعني، أنا بحب بحب رمضان وروائح رمضان، وبحب ان مثلا ايه الحاجه دي تبقى لها فرحه. الناس كمان غير كده بيبقوا فرحانين واقفين في البلكونات والشبابيك وكده، بيبقوا مستنيين يعني المسحرات، حتى العيال الصغيرين بيبقوا فرحانين. والشهر ده اصلا يعني ايه كل حاجه فيه حلو. يعني الحاجه فاطمه بتقول لي انا كنت بستنى الشهر من السنه للسنه. والله بيبقى لها فرحه كبيره. والله رمضان يجي بنبقى فرحانين عشان هو شهر انزل في القران بنات المرضى والفرقان، ويبقى شهر كريم وشهر كله خير وبركة وهدى ونور وتسابيح وتفاريح وكل حاجة يعني. بنحس واحنا بنسحر كده ان احنا سعداء، مش بنبقى زعلانين، والله بنبقى فرحانين. الناس الاخرى بتبقى احنا هنا معانا جدا وكويسين معانا، وبنيجي في العيد كمان بنروح نلم السحور مسحر الناس ستنا اخر انبساط، ويدونا كل حاجة حلوة، كحك وبسكوت وكل حاجة. والناس مالهاش بركه الا احنا، عشان احنا بنربي في يتامى وغلاب. وانت يعني كلمينا بقى عن مواقف كده حصلت لك وانت ولا اي ماشي حاجه يا ماما، يعني احساسك كان بيبقى عامل ازاي؟ بنبقى سعداء وفرحانين، ما فيش حاجه والله، كل الناس محترمين وكله بيبقى في حاله وكلهم جيراننا وحبايبنا يعني. وبنقول مثلا ايه واحنا نازلين كده بسم الله توكلنا على الله ورحنا نتسحر، كل الناس يعني بيبقوا مقابلتهم حلوه والناس كويسين، اتفضلوا تعالوا، طب تعالوا تسحروا معانا كده يعني. بس ما فيش اي مواقف يعني حصلت، الناس فرحانه، الناس مبسوطه بالشهر الكريم كده يعني. كانوا يختفوا مننا الطبله ويقعدوا يسحروا معانا، واهلهم ما بيزعلوش، يقول لهم ايه يعني ده ناس محترمه. يعني انتوا قلت لنا بقى بتتوحش، يعني ايه بتتوحش ده حاجه؟ احكي لنا. في اخر العشره من رمضان او فاضل 7 ايام بنقول بقى بنوحش بقى في ايه، في اخر ايامنا كده. نوم اخر يوم اللي بيعدي ما بيرجعش تاني. اوحش الله منك يا شهر الصيام، اوحش الله منك يا شهر الهدى والقران، يا شهر الخير والبركات، يا شهر الهدى والنور، يا شهر التسابيح والتراويح. اصحى يا غفلان واحد الرحمن، اصحى يا نايم واحد دايم واحد الرزاق، اصحى يا حاج اصحى يا حاج، سحروا من السحور في بركه ببركه رسول الله، وحدوا الله اولاد لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. يعني ليه سموها تتوحش يعني؟ بنوحش في اخر ايامنا اليوم اللي بيجي عشان خلاص اليوم اللي هيجي ما بنرجعش تاني. وبعدين الشهر الكريم ده ربنا انزل فيه القران هدى للناس وبنات الهدى والفرقان، فلا شهد الشهر فليصوم. خلاص والله يا حاجه ربنا يديك الصحه، واحنا مبسوطين ان احنا كنا معاك النهارده يعني. وان شاء الله نشوفك كده كل سنه منوره الدنيا وتسحري الناس زي ما تعودنا منك يعني. ربنا يبارك في كل حاجه، ربنا يخليك.